جهود مشكورة من قبل السيد وزير الداخلية، وأنا أعتبره أحسن وزير داخلية وأحسن رئيس وزراء جاء بالعراق لهذه السنة الجديدة اللي صارت بها. بالنسبة للمخدرات والحبوب وغيرها وغيرها، ولا هاي تطب الأشياء الغريبة للعراق، هاي انتشرت بانتشار واسع مو بس ببغداد، بكل المحافظات. نشكر القوات المنية على جهودها المبذولة وتعبهم وخدمة الشعب وخدمة الوطن، ومشكورين وإن شاء الله نتمنى منهم الأزيد. يعني تقضينا على الناس طالعين عن خارج القانون، وخاصة انتهاك حرمة الشباب العراقيين. يعني عندنا شباب هسه انتكوا هاي المسائل، المخدرات والكريستال ومادة الحبوب. أي جهة أمنية تقوم بهذا العمل هي الحفاظ على المواطنين وعلى أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أموالهم، وبعدين كل إحنا أمانة، يعني الناس وأموالها وهاي كلها أمانة بوزارة الداخلية، بأرقاب وزارة الداخلية، فهذا الشيء بتقوم به طبعا شيء جيد وتشكر عليه. حياكم الله. للبيع للبيع، لافتة سقطت من المحال التجارية ووضعت على الأجساد البشرية، والأسعار تتفاوت من عصابة لأخرى. أحياء لا يخرج منها الأحياء، تسليب للأعضاء وسلب للأرواح. أكثر من 1800 متهم خلال 5 أشهر، رقم يدخل الرعب في النفوس وفي القلوب، وما خفي كان أجرم وأعظم. هل تكفي العمليات الأمنية أم نحتاج إلى جهد أكبر وأوسع ومن جهات أكثر؟ السؤال الأهم من ما كل ما ذكرناه، من هي جنسيات الجنات ومنه يدعمهم ويوفر الغطاء لكل عملياتهم؟ محور حديث ملفنا الأول راح يكون عن الإتجار بالبشر في ظل تنامي هذه الجريمة وعمليات وزارة الداخلية للحد منها. راح نتناقش بكل هذه الملفات مع رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان الأستاذ محمد السلامي، على أمل أن ينضم إلينا الخبير القانوني صفاء اللامي. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، نورتنا في حصاد اليوم. أسألك بداية عن أكثر من 1800 متهم خلال 5 أشهر، هذول يتاجرون بالعضاء البشرية. طيب أي مواطن يسمع راح يخاف، راح يقول لك هذول شلون 1800 يتاجرون بعضاء البشر في الشوارع العراقية؟ نعم طبعا، شكرا للاستضافة عن هذا الموضوع ذا أهمية كبيرة. أولا لابد من الحديث على أنه الكثير من مواقع الحدود مفتوحة لكثير من التهريب، ومن ضمنها تهريب الأشخاص، تهريب مخدرات، تهريب بضائع إلى آخره. هذا يسهل للاتجار بالبشر، هذا واحد. اثنين، حسب المعلومات أنه 1800 خلال 5 أشهر، هؤلاء متهمون بكثير من الاتهامات. أولا أن بعضهم ليست لديه إقامة شرعية، بمعنى أنه دخلوا بشكل غير شرعي. هؤلاء عدد كبير منهم دخلوا بشكل غير شرعي، وقد يشتغلون، قد يخطفون الأطفال، قد يعملون جرائم إلى آخره. مجموعة أخرى، هؤلاء يعملون مع التجار، يسهلون لأعمال التجار بأيضا جلب، أو يعني يأتون بمجموعات
عوائلهم ومثلا من سوريا من مناطق أخرى. طيب. هؤلاء أيضا يساعدون التجار من ضمن الـ 1800 التجار المتخصصين بتجارة الأعضاء البشرية لو تتحدث بشكل عام. هؤلاء تجار للتجار بالبشر أكثر من التجار بالأعضاء البشرية. الأعضاء البشرية يخطفون بعض الأشخاص كأطفال أو نساء أو كذا، هؤلاء يقطعونهم ويتاجرون بالأعضاء. لحظة، يقطعوهم يعني يقتلوهم لو بس يأخذون منهم؟ نعم 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 نعم، يعني مع الأسف هكذا أكو الكثير من الأعمال غير شرعية في قضية الأعضاء البشرية، إضافة إلى شراء أعضاء. بمعنى الكثير الآن بجانب المستشفيات يأخذون الكلى. بس أستاذ محمد، هاي مو تجارة عادي، هاي تجارة متخصصة، يعني تقف وراها جهات متخصصة لحفظ الكلى، لإنشاء عملية جراحية، إجراء عملية جراحية للمريض. يعني هذا مو والله واحد بنغلاديشي وين أخذت كلات، الموضوع أكبر من هيجي. من الجهات اللي تدعم هذه التجارة؟ نعم، طبعا هناك الكثير من الشركات التي باسم تستورد العمالة الأجنبية، شركات بعضها شرعي يعني لديه الإجازة، بعضها غير شرعي، وهؤلاء يستوردون من عديد من الدول الرخيصة، وعندما يأتون بعضهم غير شرعي، فلذلك عندما يأتون يكون أعمالهم غير شرعية من حيث الإقامة، كذلك من حيث عمل جرائم معينة معهم، مواد غير مشروعة. الداخلية وين عن هذول الناس؟ نعم، لو أخذنا نموذج ما حصل في البتاويين على سبيل المثال، الحملة التي حصلت في البتاويين يمكن أن نؤشر إلى بعض الأشارات. أولاً أنه الكثير من الجرائم والمعلومات التي كانت في هذه المنطقة كانت لا تتابعها إلا مجموعات المخابرات، يعني هنالك معلومات ولكن لا يوجد تحرك رسمي من أجل إيقاف هكذا جرائم، عدم وجود إقامة، متاجرة بأعضاء بشرية، كذلك متاجرة بمواد مخدرة وإلى آخره. هذا التأخير في عدم المعالجة وعدم التحرك باتجاه إلقاء القبض على هؤلاء يوسع الجرائم، فلذلك وزارة الداخلية يفترض الآن أن تبدأ عندما تكون هنالك جريمة ومعلومات عن جرائم مباشرة أن تبدأ بالمعالجة، المعالجة الأمنية، المعالجة المخابراتية. اسمح لي أستاذ محمد أن أنتقل معكم إلى هذا الفاصل القصير ولا نعود؟ من جديد اهلا بكم، ارحب بالاستاذ صفاء اللامي، انضم الينا الان. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ صفاء. 1800 متهم خلال 5 أشهر متهمين بالاتجار بالاعضاء البشري. طيب المواطن العراقي من يسمع 1800 شو يصير؟ نعم، يعني رقم صعب ويدخل الخوف في النفوس. اجدد ترحيب بك استاذه والضيف الكريم ومشاهدي ومتابعي قناتكم الكريمه. لا شك ان هذه الجريمه بدات تتنامى
بشكل غير مسبوق لعدة عوامل ساهمت بشكل أو بآخر لأن تكون أحد الأرقام الكبيرة المتصاعدة ضمن الجرائم لا تقل أهمية عن جريمة المخدرات بالمناسبة، وهي تكون امتداد لجريمة المخدرات على اعتبار أن بعض المتاجرين بالبشر خصوصا الذين يستغلون عمالة الأطفال المراهقات غيرهم من اللي يقومون بالإتجار بهم عن طريق استغلال القوة أو خطفهم يستعملونهم كأداة من أدوات الجريمة، أحيانا يستخدمونهم كمتسولين وأحيانا يستخدمونهم كمروجي للمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى، وبالتالي هذا الرقم بدأ بتصاعد كبير من خلال الأرقام عدد الدعاوى الموجودة والملقى القبض عليهم كما أشرت حضرتك إلى هذا الرقم. طبعا هذا الرقم بدأ يتصاعد مؤخرا بصورة غير مسبوقة. ليش بدأ يتصاعد أستاذ صفر؟ نعم، أولا العامل الأمني، الحدود العراقية عامل هش، لا زالت هناك الحدود العراقية كثير من الشبكات الدولية لديها امتدادات وممكن أن تساهم بدخول ويعني شراء الأعضاء البشرية وكثير من البنات النساء والأطفال من خلال عامل الهجرة، أحيانا يرغبونهم بموضوع الهجرة وأحيانا أخرى أنه كثير من ضعاف النفوس هم الأهل نفسهم يقومون ببيع أبنائهم، وكثيرا ما نشاهد على وسائل الإعلام خبر عاجل تم القبض على أم أو أب. رح أناقش وياك هذه النقطة، بس قبلها حضرتك قلت الحدود هي مشكلة وأنت اتفقت مع أستاذ جريمة دولية في هذه البشر امتداد، لكن رح أرجع أقول لك الجهد الاستخباري وين؟ نعم. يعني هل من الممكن أنه مثلا البنغلاديشي أو السوري مع احترامي لجميع الجنسيات يسرح ويمرح براحته ويسول بالشوارع ويقود شبكات للدعارة وغيرها أستاذ صفا؟ نعم، الاحتيال على القانون وارد، هذا ما معناه، هذا لا يعني انه ماكو جهد استخباري، اكو مكتب خاص اللي هو مكتب مكافحه جريمه الاتجار بالبشر ووكاله الوزاره لشؤون الشرطه ايضا معنيه بهذا الموضوع، الاستخبارات تشتغل، مخابرات، الجهاز الامني الوطني ايضا، بس الاحتيال على القانون اخذ اشكال وصور متعدده لهذه الجريمه، بمعنى يعني انت تشوفين مرات اكو ناس تفتح شركه لجلب الايادي العامله وتحت هذا المسمى يقومون ببيع الأشخاص اللي يجيبوهم، وهاي الظاهرة انتشرت مؤخرا بكثير. يبيعوهم وين وإلمن وشنو الاستفادة؟ يعني إحنا دا نتحدث ترى عن شيء غريب أستاذ صفاء، والله أنا أبيع مثلا إنسان، أبيع طفل، يعني فالشيء هذا ما مطروق على مسامع المواطن العراقي. طيب باع هذا إيش راح يستفيد؟ وين راح يشغله؟ هذا راح يبيعونه يأخذون بمبالغ نقدية. زين، يهربونهم ويجيبونهم للعراق يبيعونهم، واحيانا العراقيين يبيعونهم الى الخارج، هاي اللي يستغلون المراهقات يشغلون بالنوادي الليديه بالكباريهات بالغيرها اعمار الدعاره للسمسره وغيرها من الظواهر. هذا فيما يتعلق بهذا المجال والاتجار بالاعضاء البشري، يعني انا سالت استاذ محمد قبل ما حضرتك تتفضل قلت له هي تجاره متخصصه، يعني مو خوف هو راح ينام يشلع كليته ويروح يبيعها، تجارة دقيقة ومتخصصة يراد لها عملية جراحية حفظ العضو البشري قبل ما يوديه للمكان. هاي متقفرها جهات. هاي أشوف أنا يعني بصدد لأنه إحنا نشتغل بالمحاكم، لأنه أنا محامي بالأصل يعني ومر عليه كثير من القضايا. بعد مرة كنت قاعد بمكتب الجرائم ويم السيد اللواء علي كان أكو تحقيق، فشهادة التحقيق اللي صار على شبكة لزموهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية. هاي شبكة مو ببغداد، بكردستان، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مسوين جروبات على الفيسبوك ويبدون من خلال هاي الجروبات يعرضون يعني احنا نجيبك بكذا مبلغ تبيع الكلية مالتك وناخذك، احنا متكفل بالعملية، وتمشي الامور بهذا الاتجاه، والقوا القبض عليهم واعترفوا يعني مسجل اعترافاتهم. هاي جريمه انا بنفسي شاهدت التحقيق، كنت قاعد يعني شفت انت التحقيق. شاهد عيان طبعا. اذا استاذ محمد مو غريبه، يعني ما كنا نسمع بهيك اشياء. هسه اكو مواطن اذا احتاج فلوس يقول لك والله انا اروح ابيع كليتي حتى اخذ لك كم فلس ممكن يحسن حالتي. زين، هذه شلون نقدر نحد من هذه الظاهره؟ استاذ صفاء قال لك هي في حاله تنامي. اي بالتاكيد هي في حاله تنامي. انا اعتقد الوضع الاقتصادي
غير الجيد، إضافة إلى عدم استقرار سياسي، يعني من 1980 لحد الآن استقرار سياسي، استقرار أمني غير مستتب. هذه ولدت العدد الكبير دون خط الفقر. لذلك يعني كنا نسمع أنه حتى بعض العوائل تبيع أبنائها. هذا الآن لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تفضح الكثير من المعلومات اللي ما كنا نسمعها، لكن هي موجودة. فأنا أعتقد أنه الاستتباب الأمني والتحسن الاقتصادي لحد الآن ما تحقق للجمهور بشكل عام، وهذه العشوائيات من الذي يسكنها؟ أغلبها ناس بسطاء، فلذلك المعيشة هي إحدى يعني المعيشة غير الجيدة. هاي العشوائيات أستاذ محمد هم تلقى عندهم سيارات من أرقى الموديلات. هو صحيح قاعد بعشوائي لكن حالته المادية مو بتلك الفقر اللي يسمح له يبيع ابن لو يتاجر بالعرض. لا أنا أعتقد أنه 70% من الجريمة من العشوائيات. أنه الأغلب العشوائيات الأغلبية نتحدث عن الأغلبية. ناس بسطاء ليست لديهم سكن، والآن هذه التظاهرات دليل على عدم وجود استقرار اقتصادي جيد، وهؤلاء الطلبة أو الخريجين وغيرهم وأيضا حتى بعض التجار. فلذلك أنا أعتقد أنه إحدى الأسباب هو الوضع الاقتصادي، إضافة يعني ما سمعناه عن موضوعة الابتزاز، يعني هذا أيضا دليل على أنه هناك أجهزة غير مستقرة حتى في تنفيذ القانون. يعني شنو الابتزاز؟ وضح لي هذه النقطة لأني ما فهمتها. نعم طبعا الجهاز يعني هو عندما يصدر قانون أو موجودة قوانين، هذه القوانين من الذي ينفذها؟ الذي ينفذها جهاز شرطة. طيب عندما تتحدث إحدى المتهمات وأعتقد لابد احنا شفناها، تقول 12 مرة تم إلقاء القبض علي من قبل المشتركة، يعني أجهزة المشتركة، وبالنقود يتم إخراجها وهي متاجرة بالمخدرات. تقول أيضا أنه خلال الأسبوع أبيع من كيلو إلى كيلوين مخدرات، يعني إتجار مو تعاطي، بمعنى أنه الجهاز ما ضابط تنفيذ القانون، بمعنى أنه الكثير من الجرائم عندما تحدث لا يوجد من يطبق القانون بالشكل الصحيح، وبالنتيجة إفلات من العقاب. زين أستاذ صفاء، هسه حضرتك سمعت ما تفضل به، وباعتبار حضرتك طبعاً محامي وقانوني، اكو ابتزاز؟ عندي انا تعقيب على الكلام اللي ذكره الاستاذ. طبعا انا ما اتفق ويا بعض الكلام، احنا على تماس مباشر ويا ما يحدث من سلطات انفاذ القانون تلاحق المجرمين، بس التوسع الموجود والفوضويه اللي صايره في مواقع التواصل الاجتماعي صعب السيطره عليها، تشتت كبير من خلال هاي المواقع. جريمه بعام قبل عام 2003 تختلف عن الجريمه بعام 2024، سهوله الركون الى الجريمه اصبح سهل جدا، يعني انت تتروجين عن تجاره اعضاء بشريه ممكن ان توصلين للناس بسهوله، مو مثل قبل عام 2003 كانت وسائل توصل لهم بسهوله، التواصل الاجتماعي بالهواتف. ليش ما المفروض اكو رقابه على مواقع التواصل؟ ماكو رقابه على مواقع التواصل. احنا هذا النقطه اللي بدي اشرها اني انه اقول وزاره الاعلام، وزاره الاتصالات وهيئه الاعلام والاتصالات لا ليس لديها السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعنى أنه إحنا الدولة الوحيدة اللي بالشرق الأوسط فضاء الحرية واسع ومفتوح جدا، ولذلك الكم الهائل اللي يشاهدينه من المحتوى الهابط وغيره من أنواع الجرائم، اللي طبعا مو بس جريمة تجارة البشر بالتواصل الاجتماعي، تجارة تهريب الآثار، المخدرات، تنشاط الانحلال الخلقي والجنسي. صفاء أنا كل هاي أتفق بيها، لكن ذاك اليوم شفت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبيعون بي بنات بشكل علن. أعتقد لاحظتوا هذا الشيء. طيب وين الجهات المعنية؟ وين الرقابة؟ يعني ما ممكن يا أستاذ صفاء نوصل لهذا الحد. يعني هل يعني هو منطقيا هل من المعقول أنه كل صفحة بالفيسبوك تكون مراقبة من قبل الاستخبارات أو سلطات؟ لا بس مثل هيك حدث لا هم دا يوصلون، مو هم شوفوا شنو الموضوع. يعني أنت هسه هذا الجهاز الاستخباري يطلقون عناصرهم، لازم ينتشرون بالجروبات الموجودة بالتليجرام، وهذا شقد بفضاء واسع
بالفيسبوك وبغيرها من التطبيقات، مو هاي التكنولوجيا غزتنا بشكل غير مسبوق، ولذلك بعض الدول بدول العالم ضيقت من نطاقها. يعني احنا عندنا مثلا بالدستور العراقي يقول لك هاي حريه، تندرج ضمن حريه التعبير عن صح. الراي. وهسه انت شفت الضجه صارت، يعني حتى من وزيره الاتصالات فرضت قيود على اغلاق المواقع الاباحيه، بعض المنظمات وغيرها من الناس اعترضوا وقالوا هذا يدخل ضمن تقييد حريه التعبير وهذا مخالف للدستور وغيرها. فشلون تقدرين اذا تغلقين بعض التطبيقات؟ انغلق تطبيق التليجرام، غلقته الحكومه وصارت ضجه عليه ورجعوا فتحوه، لانه اكو ناس مستفيده، اكو هذا التطبيق. شلون راح نقدر نضبط الموضوع؟ مو هذا المشكله، الموضوع صعب جدا. سلطات انفاذ القانون المفروض هي مثل ما تفضلتي تاخذ دورها الحقيقي انه تتغلغل بكل هاي الاماكن، وهذا جهد استثنائي كبير على سلطات انفاذ القانون، هي الاجهزه الاستخباريه والامنيه، كل الاجهزه المعنيه بتطبيق وانفاذ القانون داخل البلد. وبالتالي نحتاج تنظيم اولا من مؤسسات الدوله، بمعنى انه هاي التطبيقات يجب ان تخضع لسيطره وزارة الاتصالات. ما ممكن احنا هذا الفضاء يعني احنا صحيح حرية التعبير مكفولة دستوريا اوكي، بس هذا لا يعني ان احنا نفرط بمجتمعنا امام هذا الانحلال الخلقي اللي صاير والجريمة المنتشرة بشكل غير مسبوق. استاذ محمد شبكات الدعارة، شبكات الاتجار بالبشر وغيرها من شبكات الاتجار بالمخدرات، يا ترى الجنسيات توقف بقيادتها جنسيات عراقية لو متعددة، لو شنو الموضوع؟ نعم، من المؤكد مثل ما قال الأستاذ أنه هناك تواصل خارجي داخلي أيضا، وهذا التواصل أدى إلى انتشار كبير، يعني بما يجعل الجريمة واسعة جدا. إضافة إلى يعني ما تحدث عنه الأستاذ، أعتقد لابد من الحديث أنه القاعدة القيمية للمجتمع ضروري الاهتمام بها، لأنه لا يمكن، بالتأكيد لا يمكن لأي جهاز مهما كان أن يضبط مجتمع بلا قيم. الآن مجتمعنا ما بين قيم سابقة إلى حد كبير منضبطة لصالح تأسيس دولة واستمرار دولة واستمرار ترابط اجتماعي، لكن الآن هذا الانحلال كبير أيضا، هذا دليل على أنه الاهتمام بالقيم والضوابط الاجتماعية. قبل القيم أستاذ محمد، خلينا نفعل القانون بطريقة صحيحة. المجرم قام ما يخاف، يعني قام ما يخاف يتاجر بالبشر ما يستحي، بيع أعضاء بشرية ما يستحي. نعم. إحنا لو عندنا رادع قانوني ممكن نتعرض لكل هذا؟ أعتقد الكثير، يعني أنا أيضا حقوقي، الكثير من الجرائم الموجودة لها يعني عقوبات موجودة في قانون العقوبات العراقي أو قوانين أخرى، ولكن إنفاذ القانون أو أجهزة إنفاذ القانون دليل على أنه معلومات الاستخبارية ماذا تأخذها من أجل، أو التوصيات ماذا تأخذها من أجل التنفيذ بالشكل اللي يسبق الجريمة، يعني الوقاية من الجريمة أيضا يبدو ضعيف. أثناء وجود جريمة هناك إفلات من العقاب، وهذا أيضا يؤدي إلى الكثير من استمرارية الجرائم. يعني هؤلاء 1800 الكثير اللي تتحدثين عنهم، الكثير منهم هم إقامات غير شرعية، بمعنى قد جاءوا مثل ما نقول قشغ. زين، أكو جهات متنفذة تحميهم تدعمهم تبقيهم؟ اي مو ما ممكن هذول هم ينتشرون من ذاتهم. بالتأكيد اكو جهات متنفذة تحمي الكثير من الجرائم او من يقوم بالجرائم، يعني الموجودين في مناطق معينة بعضهم يعتبروهم أداة بالانتخابات، اصوات انتخابية، ما اريد اقول في اي اماكن، ولكن البعض يعتبروهم رصيد انتخابي، ولذلك ما يهتمون بقضية شرعية وجود إقامة هذا الشخص أو هذه المجموعة مثلا. زين، شو يسوي به هو ما عنده جنسية؟ شو يسوي به بالانتخابات؟ عمل لا جنسية لا إقامة لا كل شيء، شو يستفاد؟ إيه، لأنه هذا الشركة اللي مشغلته في، يعني تاخذ اجور عنه او تاخذ
نسبة من عمله. أولاً أجور منخفضة هو يشتغل بها لأنه أيضاً غير شرعي بوجوده. مستفيدة من بعض الشركات. طيب. هذه الشركات أيضاً هناك من يحمي هذه الشركات. هذه هنا النقطة، من يحمي هذه الشركات أستاذة؟ هاي عصابات مافيات جريمة منظمة ما تدخل بها جهات سياسية تدعم الاتجار بالبشر. من خلال ما تم القاء القبض عليهم سجلت السلطات انفاذ القانون اعترافاتهم، هي عبارة عن جريمة منظمة، هي مافيات بمعنى انه متنفذين هؤلاء عصابات مافيات عراقية لا مافيات عراقية ولها اتصالات بدول، يعني اللي اجى قتل شخص بالعامرية نفذ جريمة بالسويد يسكن وتتبعه بغداد وجه بالعامرية قتله والقوا القبض عليه قبل شهرين اذا شفتيها حضرتك، هم يشتغلون بالمخدرات بالسويد وهذا هرب من عندهم اجى لبغداد. وين تقاطع العمرية؟ دزه واحد يسوق بدليفري نفذ عليه ومن نفذ ابو الدليفري، هي هنا المشكله. هذول من هم ابو الدليفري؟ هو شو هو هذا يقتل ويسلب مثل ما يريد وراها يختفي مثل الملح بالماء، هذا يتخفى تحت عباءة ابو الدليفري. هو مو ابو الدليفري، هو شخص مجرم يشتري له دراجه دليفري وينفذ بيها على اعتبار انه دراجات الدليفري مسهلين عملها باعتبار هم اصحاب دخل محدود وتوصيل الطلبات وغيره، فالحكومه شويه يعني مسهله امرهم نوعا ما. بس هذول يعني بالحقيقه قطعوا سبيل المعروف، لانه البارحه صدرت التعليمات، البارحه الحكومه حددت انه دراجه الدليفري لازم باللون الاصفر تحديدا، وكل الدراجات تخضع لارقام وتسجل ضمن قاعده البيانات مديريه المرور العامه، وممنوع دراجه ما مسجله وما بها قاعده بيانات تمشي حتى دليفري، لان صارت جرائم مفهد قتلوها بدليفري وغيرها من من الجرائم اللي نفذت بالدليفري. فهذول عصابات وجريمه منظمه يستخدمون ادوات واشكال متعدده لتنفيذ جرائمهم، مره بدليفري، مره بدراجه، مره بسياره، مره بقارب، حتى بقارب يهربون المخدرات بالبصره، يهربون المخدرات عبر الحدود بواسطه القوارب بعيد عن المنافذ الحدوديه. زين، باعتبارك محامي متخصص بهذه الدعوه، شنو اغرب قضيه لبيع العائله لابنائها؟ كثير صراحة أستاذة، كثير من القضايا اللي تمر علينا، يعني يعني طابوا بدعاوى أكو ضباط نفذوا جار بيع آثار ألقوا القبض عليهم هنا بشارع فلسطين، يعني داخل جروب بالسوشيال ميديا عنصر استخبارات داخل وياهم هو اللي استدرجهم وجابهم من البصرة، وطبعا بالنتيجة إنه مو آثار، جايبينهم من الزبير، طبعا مو آثار هم عبالهم آثار، فهم ضباط اثنين، واحد بالاتحادية واحد بالحدود، جابوهن وبغداد يريد يبيعوهن، وألقت القوات وحتى الضربة ويا القوة الأمنية وقتل عنصر أمني منتسب من جرائم وألقوا القوات. فهذولا كثير من الدعاوى عدت. لا بس حضرتك أنت قلت لي أكو عوائل تبيع أبناء. نعم. في بداية الحلقة وقاطعت حضرتك، لكن الآن رجعت لك على هذه النقطة. شنو أغرب حالة لبيع عائلة لأحد بناتها أو امرأة بعد طفلها؟ عرضت بشقد؟ ألقوا القبض عليها، كانت عرضتها ب 15,000 دولار، يعني دفتر. قبل إتمام العملية تم إلقاء القبض عليها. تم إلقاء القبض عليها، يعني ما تنفذت تم القبض. يعني كم حالة أستاذ محمد؟ وشنو هالإنهيار هذا الخلقي؟ إيه هو يعني أرجع أقول أنه الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وتشابك المشاكل في المجتمع أصبحت كبيرة جدا، يعني قد تكون إحدى الأسباب. وأيضا الفساد الكبير الواسع الموجود أيضا يؤدي أو أدى ومستمر، يعني هذا موضوع الرشاوة إحدى أشكال الإفلات من العقاب. فالحلول باعتقادي أنه متنوعة ومركبة. أولا أنه الدولة يعني أو السلطات العليا من الدولة لابد أن تضعف هذا الصراع فيما بين رموزها. نعم. هذا واحد، وما شاهدناه بالبرلمان قبل أيام نموذج لكلمات غير سليمة وغير صحيحة، وأيضا عندما البسيط والإنسان اللي يعني غير مستقر وضع الاقتصادي سيء عندما يشوف هكذا فيستسهل عملية طيب. أيضا خرق القانون. أكو سبب مهم، بس خلي أحتمال تروح الفكرة.
سيكولوجية الفرد العراقي أصبحت لديه نزعة جرمية كبيرة جداً. لا يبالي. هو هذا السؤال اللي سألتيه بالبداية، تقولين ليش هذا العدد وصلنا ل 1800؟ ليش ما أكو رقابة؟ لا، أكو رقابة ويدري بالنتيجة، يعرف هو إذا قتل ينحكم إعدام، وتعرف هي إذا قتلت تنحكم إعدام، وتعرف إذا تاجرت بالمخدرات تروح مؤبد. لا، شنو السبب؟ نزعة جرمية. هو سايكولوجي يعني ثقافة. شنو اللي غيرها أستاذ؟ هاي نفسياً، إنه يعني ما مفروض علماء النفس يحكون عن هذا الموضوع، بس أعتقد بالفترة الأخيرة كثرة العامل الاقتصادي المرهق، التشتت، الظرف، يعني نفس الاسباب اللي ذكرتها. اي، فصارت نزعه. طيب يعني احكي لك، تصوري انت استاذه، بس الامراه اللي تتفق ويا عشقها وتقتل زوجها، هي ما تدري بالنتيجه لا طبعا تحققها. كم حاله تصير عندنا تشوفينها بالاعلام؟ الكثير من الحالات. طيب، وزاره الداخليه اعلنت القاء القبض على 118 متسول من جنسيات عربيه واسيويه وشبكه للدعاره في منطقه الكراد. صحيح. زين، سؤال لحضرتك، اكو جهات متنفذه بالحكومه العراقيه تدعم هذه الشبكات؟ لا، مو والان بدت تنفضح. نعم، طبعا ظاهره التسول بالعراق هي عباره عن مافيات، مو فقر، مو حاجه. احنا ما عندنا انسان ميت من الجوع حتى يتسول، احنا عندنا الدوله اللي ما عنده يطوا راتب الحمايه الاجتماعيه اللي 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 ما عنده اي مصدر للدخل، وعندنا البطاقه، السله الغذائيه، البطاقه التموينيه توفر غذاء، يعني ما عندنا واحد يموت من الجوع، ما عندنا. هم الموجودين كلهم سوريين استاذ صفا. احنا الموجودين عندنا حتى العراقيين هذول مافيات، يعني تصوري انت بالزياره الاربعينيه، الزياره الاربعينيه المليونيه. زين. يجمعونهم ويحطونهم بسيارات ويرسمون لهم خطه، انتم تنتشرون بكذا تقاطع، وانتم تنتشرون امام المره وامام الناس. هذول يعني شايف الفيلم مال عادل امام المتسول؟ المتسول مشاريع بالضبط مثله والله. عندنا فهم مافيات هذول ظهر التسول بالعراق. شكرا جزيلا الخبير القانوني صفاء اللامي، نورتنا في حلقه اليوم. شكرا جزيلا رئيس جمعيه المواطن لحقوق الانسان الاستاذ محمد السلام. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. اذا نفتح وياكم ملفنا الثاني عن اداره ملف النفايات والمخلفات بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. هنا يوميا يتم طمر قرابة 10,000 طن من النفايات، تحديدا في منطقة النهروان شرق العاصمة بغداد، التي تساهم وبشكل كبير بتلوث بيئي يهدد حياة المواطنين، ناهيك عن أكثر من 6 ملايين متر مكعب من المخلفات تصرف يوميا إلى الأنهر، أغلبها من المؤسسات الحكومية التي تفتقر للرقابة الصحية. التلوث يعني بعموم العراق صار مو مثل السنوات السابقه، هسه اكثر واكثر. ليش؟ لان نقدر مخلفات المصانع، مخلفات المستشفيات نفسها، يعني هسه احنا لو نلاحظ اغلب الصرف الصحي وين يندب؟ بالانهار. زين، هذه الانهار من حيرجع ولا حيرجع لها؟ حيرجع للمستهلك، للمواطن نفسه. زين، اكو رقابه صحيه على هذا الموضوع، على انه المي اللي يجيك للبيت او للبيوت يعني بشكل عام نظيف هو 100%، صالح للشرب 100%، فمن هذا راح تجينا امراض كثيره وكثيره. تعد المخلفات والنفايات الطبيه من ابرز المخاطر التي تهدد صحه الانسان وتؤثر على البيئه بشكل سلبي في حال عدم التخلص منها بشكل سليم، خصوصا وان بعض المستشفيات الاهليه والصيدليات لا تمتلك محرقه خاصه بتلك النفايات. العيادات والمستشفيات الاهليه اللي انتشرت، احنا نقول المستشفيات الحكوميه ملزمه عندها محارق خاصه تقوم بحرق نفاياتها وكل مخلفات العمليات وما شابه ذلك، اضافه الى سامبلات تيستات المختبرات. هذه وين جاي تروح؟ انت عندك علم وانا مسؤول عن كلامي. انا اعتقد 75 الى 80% من الشعب العراقي مصاب بالتهاب الكبد الفيروس وهو ما يدري به، يتفاجئ به وين؟ عود لما يروح يسوي فحص باي شانس يسوي عمليه يسوي شيء يتفاجئ عند التهاب الكبد الفيروسي. عشرات الأطنان ترمى بشكل يومي وتهدد الواقع البيئي والصحي في العراق بسبب عدم توفر المحارق الخاصة في أغلب المؤسسات الحكومية لمعالجة تلك النفايات. من العاصمة بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون وياكم مع معاون مدير إعلام وعلاقات أمانة بغداد الأستاذ سعد البخاتي، حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياك الله. نبدأ وياك عن إدارة ملف النفايات والمخلفات. البعض يقول أنه فوضوي للغاية وماكو خطة واضحة وثابتة لإدارة هذا الملف بالشكل الصحيح، شنو تعليق حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى مشاهديكم الكرام
وشكرا جزيلا لإتاحة لنا الفرصة على عروج على أحد المواضيع الاستراتيجية المهمة في بغداد، ألا وهو موضوع النظافة والبيئة والتلوث. حياك اليوم إذا قصدكم يذهب اتجاه الأنهر، فقضية نظافة الأنهر وبيئة الأنهر كلها هذه عاديتها ومن مهام وزارة الموارد المائية، ولكن هذا لا يعني أمانة بغداد لا تتدخل في بعض الخروقات وبعض القضايا البيئية والتلوث في الأنهار وفي ضفاف الأنهار فتتدخلت. حتى أفهم حضرتك، نعم. يعني أمانة بغداد تأخذ النفايات من توديها تذبها بالنهر، هاي مو مشكلتها، مشكلة وزارة الموارد المائية؟ لا عفوا، أمانة بغداد ما تخلي النفايات في قضية الأنهار، نعم. بس الموضوع هو بأكثر من جانب. أنا ابتدأت في قضية الأنهار، بعض الأخوة وبعض الذين لهم القرار يتصورون أن قضية ضفاف الأنهار وقضية نظافة الأنهار وقضية تلوث النهر واجب أمانة بغداد، بينما هو هذا واجب وزارة الموارد البشرية، ولكن أمانة بغداد تدخلت وتتدخل الآن وفي المستقبل في معالجة وإن كانت غير معنية في هذا الجانب، ولكن أمانة بغداد تدخلت في دعم الفرق التطوعية، في دعم مؤسسات المجتمع المدني في معالجة كثير من التلوثات في هذا الجانب. زين، أمانة بغداد ليش تعالج، ليش ما تنهي المشكلة من الأساس؟ المشكلة هناك مشتركات في بعض المؤسسات في هكذا أمور، فأمانة بغداد قدر تعلق الموضوع بجانبها وبمهامها، تدخلت وأعطت أولويات قصوى وجندت كل الآليات وكل القضايا اللوجستية في معالجة هكذا ملفات، وإن كانت عائدية تلك الملفات إلى وزارات أخرى. اليوم حقيقة نحن حقيقة لنا معيار، إن في كل دول العالم معيار تقييم ثقافة وتطور واستقرار المدن هو من خلال النظافة والبيئة، لذلك هناك مشاريع استراتيجية، هناك معالجات آنية، هناك تنسيق عالي مع الوزارات والمؤسسات المعنية في كيفية معالجة هكذا مواضيع نعتقد تداعيات خطورتها كبيرة وكثيرة. هي مو تعتقد، هي يقينا هذه خطيرة. نعم نعم. لكن المواطن يسأل يقول شو وقت راح نشوف مثلا بغداد نظيفة؟ يعني هسه أنت عندك النهروان منطقة موبوءة ومنطقة تهديد للبيئة وللصحة البشرية، يعني منطقة أمراض بسبب الطمر الصحي. زين هذه شو وقت نلقى لها معالجات؟ شو وقت تبدأ على أرض الواقع؟ أختي العزيزة، اليوم أكو قضايا. اليوم نعم مؤسسة أمانة بغداد معنية في قضية الحفاظ على التصميم الأساس والمناطق اللي داخلها تحت إطار التصميم الأساس. أكو الأطراف معنية فيها المحافظ، قدر تعلق الموضوع بالمناطق اللي تابعة تحت إطار التصميم الأساس. حقيقة أمانة بغداد تمتلك جهد كبير، وعلى مدار 24 ساعة في كل بلدية من بلديات أمانة بغداد هناك مسير وجهد عالي المستوى من قبل الكابسات أن ترفع قدر الإمكان من تلك النفايات، ولكن القضية تضامنية مع المواطن، نحتاج من المواطن أن يتحمل جزء من المسؤولية. اليوم أمانة بغداد على مستوى 24 ساعة تعمل وتواصل النهار في الليل في رفع تلك النفايات، ولكن للأسف مرات أكو مرات كابس على سبيل المثال تأتي في منطقة معينة لها أوقات محددة، فالمواطن بعد ما تذهب الكابس يأتي ويفرز ويضع النفايات. اليوم نحتاج ثقافة التضامن مع المؤسسة. لا نحتاج ثقافة، نعم. احنا من أمين العقاب أساء الأدب، قلنا اليوم لو عندنا احنا قانون نافذ يمنع المواطن أنه أجلك الله يذب الزبالة في هذا المكان، يعاقب عن طريق كاميرات المراقبة
وتفرض عليها غرامات، مو راح نحد من هذا. نعم اليوم القضية لا فقط قانون، لا فقط إجراءات إدارية أو عقوبات إدارية أو مالية، اليوم القضية لابد أن يكون هناك تضامن مع المواطن. نتمنى من المواطن البغداد الحبيب أن يتعامل مع مؤسسة الأمانة ويعتبرها البيت الثاني. اليوم القضية أمانة بغداد لوحدها ما تقدر تستوعب هكذا موضوع ضخم وكبير إذا لم يتعامل ويتخادم ويتضامن المواطن مع المؤسسة يعني الخدمية. المشكلة ممكن المواطن يكون جزء بسيط من هذه المشكلة، لكن مو بالحجم اللي حضرتك أنت قاعد تقول. أعتقد المواطن جزء، أيضا جزء 50% على المواطن و 50% على المؤسسة. زي. قدر تعلق الموضوع في أمانة بغداد. أمانة بغداد لها أولويات قصوى اتجاه قضية النظافة والبيئة، وأيضا حتى أكو هناك توجيه بالأيام القادمة أن تكون هناك إبرام مع شركات كبرى عالمية في معالجة وتدوير قضية النفايات. في كل دول العالم تستفاد دول العالم من النفايات من هذه القضايا وتوظف إلى مجالات أخرى. الآن هناك توجيه من قبل مجلس الوزراء وهناك جدية من قبل أمانة بغداد في كيفية إعطاء أولوية إلى هكذا مشاريع استراتيجية. ليش ما أمانة بغداد تطلب من المواطن عزل وفرز المواد؟ يعني كيس النفايات مال الزجاج يكون واحد عن البلاستيك، يكون واحد مثلاً عن الطعام وهكذا. هنا تدخل ثقافة المواطن. اليوم المواطن مشكلة، إحنا احتاجينا أبسط من هاي اللي تفضلت بيها، أنه يكون يجمع. إحنا بدنا نوزع أكياس نفايات وواضحة بتوزيع كل البلديات، توزع أكياس نفايات وأيضا حتى أسعارها بسيطة. نتمنى من البيت المواطن البغدادي أن يجمع النفايات وينتظر ويحترم مسير الكابسة، وقت الكابسة، لا تذهب الكابسة ويأتي يفرز ويجعل نفايات في منطقة غير صحيحة. هم ناقم على أمانة. إذن القضية تضامنية صحيح، تضامنية، لكن المواطن يقول لك أنا شكو جاي ينظف، هو ينظف بابه وبيت جوارينا يبني ويبقى الرمل والإسمنت أيام وأشهر. إذن على الخلل، إذن هذا الخلل مو تلوث، مو إزعاج على المواطن، لا فقط من المؤسسة، لا المؤسسة أنهم أدي دورها، ولكن الخلل بالمواطن نفسه. هسه الذي يرمي بعض النفايات أو الإنقاذ مواطن لو مو مواطن؟ أي أقول لك وين القانون حتى يحاسب هذا المواطن؟ أكو الآن أمانة بغداد حقيقة على مسافة واحدة في تنفيذ القوانين والغرامات، وأيضا على مسافة واحدة في هناك شعب وعي بلدي لدى الدوائر. ولكن المشكلة نتمنى من المواطن البغدادي أن يرتقي إلى مستوى ثقافة، يتعاون بشكل كبير لغرض تقليل من تلك الخطورة وتداعيات خطورة هكذا تراكمات للنفايات وينعكس على البيئة. اليوم حقيقة أمانة بغداد من واجبها أن تحافظ على بغداد، من واجبها أن تنظر إلى بغداد هي عاصمة جمهورية العراق، من واجبها أن ترى بغداد أجمل بحلية أجمل. هذه الواجبات مفروضة على أمانة بغداد والمواطن يدريها، لكن هل وضعتم الخطط المناسبة للمباشرة؟ ما المواطن يسمع هذه الوعود لكن ما يشوفها. الآن نتمنى تكون عندكم قناتكم الموقرة جولات ميدانية. نعم. ومستعدين كدائرة علاقات والإعلام أن تكون وياكم، ولعله الحالة الميدانية تكون الصورة أوضح. راح تشوفون أمانة بغداد تعطى أولويات إلى هكذا مشاريع في قضية، وتعتبر قضية النظافة وقضية البيئة من المشاريع الاستراتيجية المهمة في عمل أمانة بغداد. ودائما أكو تأكيد من قبل السيد أمين بغداد والكادر المتقدم في أمانة بغداد من الوكلاء في كيفية إعطاء أولوية في الحد من هكذا يعني مشروع كبير واستراتيجي. أنا راح أقول لك حالة هاي أنا شاهد عيان عليها. في أحد المناطق على جرف نهر دجلة تلقى الأزبال لها أول ما لها تالي، وفي وسط العاصمة. طيب هاي ممكن المواطن سواه، لكن أمانة بغداد وين؟ اليوم قلنا
بداية حديثنا أسلفنا آنفا أن مشروع الأنهر ونظافة الأنهر هو على عاتق ومهام، ولكن هاي تعتبر إثبات من أمانة الشيء بغداد لو الوزارة لا أيضا على الوزارة، ولكن أمانة بغداد إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لا نقول أن الموضوع مناط في وزارة الموارد البشرية وأمانة بغداد لا تحرك ساكن. أمانة بغداد هناك تقارير واضحة وهناك جولات ميدانية واضحة ومسجلة، وهناك تنسيق عالي مع الفرق التطوعية، وهناك تنسيق عالي في دعم كل مؤسسات المجتمع المدني التي نزلت في معالجة هكذا، وأيضا تم توظيف كثير من الآليات. جمع النفايات وطمرها في المناطق المخصصة قد يكلف أمانة بغداد سنويا شهريا؟ ما أعرف هسه شلون أنتم تحسبون. يعني اليوم حقيقة بالتوجيه وهناك تخصيص، أكثر التخصيصات تعطى للبلديات في هذا المجال وهو مجال النظافة والبيئة. لذلك نعتقد أن موضوع النظافة والبيئة من المواضيع التي الأساسية والجوهرية والأساسية والتي على مساس حقيقي باختصار مع المواطن ومع البيئة ومع جمالية بغداد وهي عاصمة جمهورية العراق. باختصار نشوف بغداد بشكل أنظف وأجمل كما عهدناها في مقبل الأيام إن شاء الله تعالى. هناك أسس وهناك قاعدة في علم المنطق والقانون، إذا كانت المقدمات والأسس صحيحة تكون النتائج ناجعة وناجحة، وهناك حقيقة ألا نصادر إنجازات أمانة بغداد. اليوم أمانة بغداد تعمل في أسست أساس حقيقي في معالجة كل الساحات الفارغة وجعلها متنفس إلى أهالي بغداد الحبيبة. اليوم مشروع أبو نواس، مشروع القريعات، عالجت العقد المرورية والاختناقات المرورية، وأيضا تعالج الاكتظاظ السكاني، وهناك مشاريع واضحة وأنجزت. والآن هذه مشاريع المجسرات، مشاريع لعله مترو بغداد سيدخل الخدمة قبل نهاية 2024. المواطن يشكر كل هذه الجهود ولكن يريد المزيد حتى نرقى إلى المستوى العالمي إن شاء الله. معاون مدير إعلام وعلاقات أمانة بغداد القانوني سعد البخاتي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن نروح وياكم للموجز الخبري، خلونا نستعرض أبرز ما جاء في منصة إكس حول قرار محكمة العدل الدولي بوقف هجوم الكيان الصهيوني على رفح. الآن نبقى مع الموجز الخبري. وزارة الداخلية تعلن القبض على 100